السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في درس جديد على مدرستكم الإلكترونية، مدرسة يوب. مدرسة يوب بتقدم منهج المرحلة الابتدائية بشكل مجاني، وتقدم كل ما يهم الأسرة والطفل، وتقدم معلومات هامة. لنشر فيديوهات على اليوتيوب، برجاء اللي لسه مشتركش في القناة يشترك عن طريق الزر الأحمر ويدوس على الجرس عشان يوصلوا كل جديد فضلا وليس امرا. وكمان هتلاقوا روابط صفحتنا على الفيسبوك اسفل شاشه الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. خلوا يا جماعه لسانكم دايما رطب بذكر الله. النهاردة بوصفة اللحمة المفرومة الكدابة اللي هي من غير لحمة. عملنا فيها ايه؟ جبنا بتنجان وقطعناه مكعبات صغيرة، وبصلاية كبيرة، وحطناهم الاثنين على بعض وشوحناهم بثلاث معالق زيت. بتنجان بقى يعني ايه؟ ثلاث بتنجانات حلوين كده، وتقطعيهم مكعبات صغيرة. عايزة تقشريهم وتقطعيهم ماشي، عايزة تحتفظي بالقشرة ماشي زي ما تحبي. بصلاية كبيرة، ثلاث معالق زيت، بتشوحي كله مع بعضه لحد ما يتبلوا ويطروا تماما، وايدك على طول فيهم في التقليب. وبعدين بتضيفي مرق الدجاج، مكعب مرق الدجاج لحمه او فراخ او بهارات كنور للكفته، وبرجاء الالتزام بالبهارات لان هي دي اللي بتديني طعم الوصفات الكذابه اللي بتكونش فيها لحمه، زي الفراخ البانيه اللي قبل كده عملناها بدون لحمه، بدون فراخ، والكفته اللي عملناها بدون لحمه. ودي هتظهر لكم باذن الله في الروابط الفواصل عفوا الوصفات الاقتصاديه في نهايه الفيديو. خلاص عملنا العصاج الاقتصادي بتاعنا، او اللي هو بدون لحمه مفرومه، العصاج الكذاب. هنعمل بقى ايه بعد كده؟ هنعمل بيه مكرونه بشاميل. ده بشاميل معايا دايت، هسيب لكم برده الوصفه بتاعته في الوصفات الدايت في نهايه الفيديو. ده عباره عن دقيق ولبن وميه، حطي النسب زي ما انت عاوزه. ده حوالي كوبايه دقيق عليه 3 ارباع كوبايه ميه، 3 ارباع عفوا لتر ميه، وعليه نص كيلو من اللبن. ممكن تقللي الكميات زي ما تحبي. وضربت كله زي ما حسب الصاج بتاعك، لان انا عملت وصفه تانية بالبشاميل فعملت كميه بشاميل كبيره. فانت ممكن تخلي مثلا ربع لتر من اللبن على نص لتر من الميه على 3 ارباع كوبايه من الدقيق لو هتعملي وصفه واحده اللي هي المكرونه بتاعتنا. وبتقلبي كله مع بعضه باستخدام المضرب البيض على البارد لحد ما كل الدقيق يدخل حلو جدا في السوائل بتاعتي، ميبقاش في اي كتل نهائيا. بعد كده بترفعيه على النار لحد ما بيتجمد زي ما انتم شايفين، بيبقى تقيل كده زي ما حضراتكم شايفين. انا سبته يبرد، وكل ما بيبرد بيتقل اكتر. ده صاج انا دهناه زيت صينيه كبيره، وادي المكرونه بتاعتي انا حطيت عليها شويه من البشاميل علشان لازم المكرونه بتاعتي البشاميل نقلبها في البشاميل في كميه بشاميل صغيره في الاول قبل ما نبتدي ان احنا نعملها. ونشوف معانا بقيه الخطوات. دلوقتي عملت جماعه، عملت ايه دلوقتي؟ انا قلبت البشاميل بتاعي اللي هي الكميه البسيطه اللي كنت احطها على المكرونه، وخدت نص كميه المكرونه زي ما حضراتكم شايفين، ونزلتها كده فردتها في الصاج بتاعي او الصينيه بتاعتي. الطبقه دي اللي انا حطيتها البسيطه على المكرونه بتساعد ان المكرونه تتلزق مع بعضها، ولما نيجي نقطعها تطلع معايا كقطع كامله. بس طبعا لازم لما نيجي نقطعها نستنى عليها على الاقل ربع ساعه علشان تكون هديت شويه وتطلع معانا قطع على بعضها. اهم حاجه لو انت بتعملي المكرونه بشاميل عشان تطلع معاكي زي المطاعم ان انت ما تطخنيهاش قوي. يعني بصوا انا حاطه هنا طبقه واحده من المكرونه، ما تكتريش في طبقات المكرونه علشان تطلع معاكي زي بتاعه المطاعم. دلوقتي بقى هحط اللحمه بتاعتي الكدابه، او لو انا حاطه عليها صراحه شويه يعني كام قطعه برجر كده عشان ازود الكميه. ما عندكيش مش هتفرق معاكي خالص، جربي معاكي الوصفه تحفه تحفه تحفه. انا مجرباها في وصفه البولونيز او صلصه المكرونه اللي باللحمه المفرومه اللي هي الايطالي، انا عاملاها تماما كانت بالعصاج الكذاب وطلعت تحفه ورهيبه. فما تقلقوش خالص ان انتوا تستخدموا العصاج الكذاب في الوصفه، او لو انت حابه تزودي حته لحم مفرومه عندك قطعتين برجر تشوحيهم وتقطعيهم وتحطيهم زي ما تحبي، لكن هي هتمشي لوحديها من غير اي مشاكل. نزلت انا يا جماعه دلوقتي باللحمه المفرومه الكدابه، او من اللحمه المفرومه الكدابه، ومخلطت عليها شويه من البرجر.
وهحط بقيه المكرونه. وفي ملاحظه مهمه جدا هقول لكم عليها دلوقتي بس بعد ما احط بقيه المكرونه. اهو يا جماعه دلوقتي انا حطيت المكرونه الباقيه، وزي ما انتم شايفين لازم اسيب مسافه حلوه كده على تبقى في مسافه بتاع سنتي سنتي ونص في الصينيه علشان تتحمل البشاميل. معظم يا جماعه البشاميل ثلاث ارباع كميه البشاميل بتخليها تتحط على الوش، لان ده اللي بيدينا الطبقه الحلوه اللي بنشوفها بره لما بنيجي نشتري المكرونه البشاميل من بره. حابه ترشي على وشها موتزاريلا زي ما تحبي، بعد ما تحطيه طبعا في الصينيه البشاميل تحطي على وشه موتزاريلا زي ما تحبي. مش حابه ممكن بيضايه تقومي دهنها، مش حابه ممكن شويه زيت، هي هتتظبط لوحديها ما تقلقيش، يعني هتحمر وهيبقى شكلها جميل من غير ما تدهني اي حاجه. برده لو مش حابه تحطي ولا بيض ولا جبنه موتزاريلا. دلوقتي انا هحط البشاميل واوريكم شكلها باذن الله. بصوا يا جماعه هوريكم حاجه مهمه جدا وانتم بتوزعوا البشاميل. مثلا انا هنزل دلوقتي انا دهنتها كلها، طب في حتت مثلا طالعه ومنزله عليها كده بقطع بالمغرفه وبالراحه خالص، ما تضغطيش بقى تدهني كده، هو كده غلط خالص. هتلاقي البشاميل بتاعك نزل على تحت وبدات المكرونه تظهر، وده بيخلي المكرونه تنشف معاكي. اهم حاجه انت توزعي البشاميل كده وايه وبالراحه خالص، يعني بالراحه خالص، بتحاولي ان انت بالراحه خالص كده اهوت، ما تضغطيش قوي على البشاميل وانت بتوزعيه، ويفضل ما تضغطيش اساسا علشان خاطر بصوا زي ما انتم شايفين كده انا بدهن الاماكن اللي هي انا شايفه فيها مكرونه، علشان البشاميل بتاعك ما يهربش لتحت والمكرونه بتاعتك تنشف. اهو مثلا الحتت اللي هي اللي انا شايفاها لسه ما جاش عليها. حاولي ما تلمسيش المكرونه بتاعتك، يعني حاولي بقدر الامكان يكون البشاميل بتاعك وفير، علشان كل ما كان وفير كل مش هي مش هتحتاجي ان انت تنزلي توزعي جامد بالمغرفه بتاعتك. هتوزعي البشاميل زي ما انت شايفه كده، اي بصي تنزلي كده من فوق بالراحه خالص خالص، تقومي جايبه البشاميل على الاماكن اللي فيهاش اللي ما فيهاش بشاميل. ويفضل لو انت بقى عندك كميه البشاميل كمان اكتر من اللي قلناها، يعني لا احنا قلنا هنعمل بشاميل زي ما انت شايفين كده اهو كده كويس قوي. احنا قلنا هنعمل ربع ربع لتر لبن على نص لتر من الميه عليه 3 ارباع كوبايه دقيق. لو انت زودتي شويه دقيق خليتيه كوبايه دقيق على نص لتر من اللبن او 3 ارباع لتر من الميه، هيبقى اوفر معاكي البشاميل وهيطلع معاكي طبقه اتخن من كده افضل من كده، والمكرونه مش هتنشف من وشها. دلوقتي هدخل المكرونه الفرن واوريها لكم باذن الله بعد ما تخلص. وادي يا جماعه المنظر النهائي للمكرونه بتاعتنا، شكلها تحفه جدا، اتمنى تجربوها زي ما قلت لكم علشان تخفوا كل المكرونه ما تبقاش باين منها حاجه. زودوا البشاميل شويه زي ما قلنا، مش هتبان معاكم خالص المكرونه وهتبقى افضل كمان من كده. وما تنسوش لو عجبتكم الحلقه اللايك والشير والسبسكرايب للقناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشكركم جدا لمروكم الكريم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.